هنا في الجزء الغربي من المدينة تحتفل القوات العراقية بالذكرى الرابعة لتحرير الموصل، ومشاهد الحياة تقول بأن الحرب لم تطأ أقدامها هنا. لكن ما إن انتقلنا أنا والمصور إلى الجزء الغربي منها حيث يعيش الفقراء في الحواري البسيطة، التقينا برجل يجلس على قارعة الطريق وقد غزا الشيب رأسه، وسألناه عن يوم الحرية فأجابنا: والله أخذت كل العمرنا. أنا شعري أسود صار شعري أبيض بايت ثلاث سنين أربع سنين. شيبنا من دواعش وما دواعش شيبونا والله. امشي تشوف واحد مات، لا أخ مات، تسلم عليه تستعبر مات يا أخويا. أحياء ما تزال تنزف من حجرها تاريخا كاد أن يمحى. هنا ماتت الأحلام والآمال، ولم يبقى للناس إلا بعض الذكريات التي ما تزال حية إن صح التعبير، وتعطيهم الصبر من أجل العودة تارة ومن أجل البقاء تارة أخرى. فكانت الاحتفالات غائبة والجروح حاضرة. هاون هاون وقع عليهم، واحد هاون ولاقى الناس، واحد بالزنجيلي ولاخر وصب راس الجلدة فوق. الله يرحمه إن شاء الله. واحد عنده ولد وبنت والأخ عنده خمسة. غياب التعويضات والتقصير الحكومي منذ تحرير الموصل زاد من جراح الناس، فهم يقولون أنهم دفعوا ثمن الحرية من أموالهم ودمائهم، فيوهمون أنفسهم بفرح مصطنع تختبئ خلفه الكثير من الأوجاع. نحن يعني حزينين بقدر فرحنا في اليوم يوم النصر على داعش وعلى الفكر الظلامي، بقدر حزينين على أهلنا اللي لا زالوا مفقودين، أكثر من 4000 شخص لا زالوا هم في مقابر جماعية. معركة دامية استمرت 8 أشهر و23 يوما، شارك فيها أكثر من 100,000 مقاتل عراقي، انتهت بخسائر كبيرة يحاول سكان الموصل لملمة جراحها منذ 4 سنوات قد مضت. ويختلف الإحساس بفرحة الحرية من شخص إلى آخر، فهنالك من حصل على النصر دون أن يدفع ثمنا له، وهنالك آخرون دفعوا ثمنا باهظا من أجل حريتهم وحرية الآخرين. من الموصل القديمة، محمود الجماسة، قناة التغيير.